صباح الخير، صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. واليوم فيديو جديد البنات، باجي معكم الفيديو الصراحه مع الصباح. يلا شويه هذا باش فاقت صيفط ادم ليكول ديالو، وصراحه ما رجعتش الناس موالفه، كنرجع الناس دائما كنرتاح هكا شي شويه، حيت راكم عارفين عرفتوا انا البنات بالنسبه لي النعاس مازال ما بغاش يتقاد، مازال شاد داك السيستم ديال رمضان، عاجو باقي كنسهر حتى لواحد الوقت وكنصبح ناعسه، ولكن مع المدرسه ديال ادم وداكشي ضروري كنفيق كنصيفط ادم وكنرجع الناس واحد ساعه ولا ساعتين. غير اليوم عندي بزاف ما يتقضى، عندي واحد الغرض في البنكه، عندي شي حويجات اخرين غنقضيهم، داكشي علاش فايقه بكري بكري، غنمشي نقضي الاغراض ديالي ودايره مع صاحبتي غنتلاقى معاها باش غادي نمشيو نفطروا مجموعين شحال هذا ما تشوفنا. وقلت لها بما انه خارجين انا وياك هذا الصباح غنتلاقاو باش نفطروا مجموعين وندوزو هكا النهار مع بعضياتنا. اللي درتها هذا النهار اكيد غنشاركها معكم. المهم البنات ما عرفتوش كتسمعوني ولا لا، مع البرد خرجت قضيت داكشي اللي قلت لكم عندي مع الصباح، وتلاقيت مع صاحبتي وفطرنا وما صورتش لكم الصراحه، بقينا غير هكا جالسين وصافي. وجينا نجيبو دويره في لاكوت، عرفتوا شحال هذا ما جيت لحدا البحر، شوف توحشنا البحر وشحال هذا ما جيت. واليوم قلنا بما انه خارجين قلنا نجيبو هكا دويره حدا البحر ونمشيو مع صاحبتي، باغا تاخد شي لبيسه ونمشي معاها باش تشوف شي حاجه وصافي، عاد من بعد نمشيو نتغداو في شي بلاصه. هاجينا المروة، جيت مع صاحبتي باش تاخد شي لبيسه ومنها نشوفو الا كاين شي صود ولا شي حاجه، ناخد حتى انا شي حاجه. الكساوي صراحه مازال ما داخلين، كاينين غير هكا هاد لي كاب و تيشورتات و داكشي، كساوي قلال، بغيت شي كسيوه ولكن ما بانش ليا شي حاجه زوينه. خليت صاحبتي حتى هي كتقلب لقات شي حاجه صافي، سند لاتي ديال الصيف، سند لاتي ديال الصيف. بليت شي جديد صراحة، بليت شي حاجة لي واو. المهم البنات جينا باش نتغداو انا صاحبتي الصراحة، بقينا غير كندورو كندورو، خدين صاحبتي خدات شي حويجات في مروان صراحة، مشيت والو مبانش ليا شي حاجة لي زوينة بزاف. جينا كي اف سي باش نتغداو، خدينا جوج ديال لي موني، خدينا هدا لي برجر بدجاج، وخدينا هاد الموني لي كيجي فيه حتى هو دجاج وفريت ولي بواسون ولا سلاد، ومع هاد الجو زوين قابلين مع البحر. هاد لاصالاد واعرة 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 عندهم، دائما فاش كنجي كناخدها عندهم بنينة، صراحة ما عرفتش شنو كيديرو فيها ولكن كتجي بنينة. المهم خديت انايا الدجاج هنايا غير عادي زعما مخديتش الحار، وخدينا الفريت ما عرفتش عطانا شي بوشي. هاهي انا بوشي باش ناكلوها. ومن بعد ما تغدينا جيت تلاقيت مع راجلي وجينا للتشيرة باش نختاروا اولا نقلبوا على الزليج اللي غادي نديروا ان شاء الله في الدار الفوق. كما كتعرفوا راه هذه هي البلاصه، ولا التشيرة هي البلاصه فين كاين هكا هاد لي ماغازان الكبار اللي كيبيعوا فيهم كل شيء اللي كيتخصص بالدار، يعني داكشي ديال الاصلاحات، الزليج، لافابوات، هادو لاشاس، يعني اي حاجه بغيتوها كاينين في هاد لي ماغازان هادو. وجينا هكا باش ناخذوا فكره على الاثمنه، ناخذوا فكره على الحاجه اللي خارجه موضه، نشوفوا ناخذوا يعني افكار هكا، حيت راكم عارفين الصليح راه ضروري كتبغي ديري شي حاجه اللي تكون زوينه وما كديموضاش دغيا، باش هكا كدوم عندك مده طويله. وكما قلت لكم جينا لهاد المحل هذا صراحه دخلنا ليه غير بارازار، ولقينا عنده يعني حويجات لي زوينين واختيارات لي بزاف، لدرجه انه البنات هنا السيد كيورينا الاختيارات اللي عندهم، كيورينا الزليج اللي كيبقى دائما طوندونس ما كيديموداش، كيورينا يعني هو عارف بزاف هذا المجال وكيقترح علينا حتى هو، وحتى حنا كنشوفوا يعني عيننا ميزاننا. صراحه انا اللي غادي نختار الزليج ديال الدار ان شاء الله، من بعد غادي نشارك معكم الزليج اللي اختاريت، و كنظن انه غيعجبكم كما حتى انا عجبني بزاف. هنا كنت كنشارك معكم غير فكره هكا بالنسبه للناس اللي تا هما مقبلين انهم يصلحوا الدار، ما نكذبش عليكم البنات الصلاح ديال الدار شي حاجه اللي صعيبه بزاف،
عرفتي راه فاش تبني جوج ديور غادي تصلحي بها دار، حيت هادشي تبارك الله كيدي الفلوس وكيدي الوقت وكيدي مجهود وبزاف د الحاجات، ولكن الحمد لله حنا يعني غاديين مع هادشي دقه دقه. هنا كنت كنوريكم حتى بالنسبه لهاد الموديلات اللي ورانا السيد، هادو خاصين بالحمامات او الدوشات. ورانا هاد الموديل اللي صراحه عجبني بزاف، وقال لنا بانه دائما الحاجه السامبل للبنات او الزليج اللي تيكون سامبل ما داخلش فيه بزاف الالوان راه كيبقى طوندونس لواحد المده كبيره وما تيخسرش، زعما ما كيديموضاش دغيا. وكما كتعرفوا الحاجه اللي كتكون سامبل راه دائما كتكون زوينه وعاطيه للعين واحد المنظر اللي احسن من داكشي اللي فيه كثره الزواق. انا الصراحه هذه هي الفكره اللي كاينه عندي، انه غنمشي ناخذ زليج يكون سامبل وما فيش كثره الزواق، وفي نفس الوقت يكون شي حاجه كاليتي زوينه اللي غادي تصبر معانا سنين. راكم عارفين يعني صليح راه كتصلحي مره واحده، عاد شوف عاوتاني فوقاش كتعاودي ديري بعض التعديلات وهذا. المهم البنات عاد شويه هذا باش دخلنا للدار، ارتحيت شويه بدلت عليا وكل شيء وجيت باش نهضر معاكم. الصراحه الصراحه بيني وبينكم البنات جيت دايخه من داك المحل، ما نكذبش عليكم، كل شيء داكشي اللي فيه يعجبني. شو راه واحد لو شوا كبير عند داك السيد، اصلا زعما ديك البلاصه معروفه بلي ماغازان هكا ديال داكشي ديال الزليج، داكشي ديال لافابوات، روبينيات، عرفتي اي حاجه كتصلح للدار وصليح وداكشي كتلقاوها في ديك البلاصه في الدشيره. الصراحه عندهم داكشي كبير وكاين له شو بزاف فين تختاري، لدرجه انه انا كنت دايره واحد الحاجه في راسي ملي مشيت تما، عرفتي راه حرت وحق الله العظيم الا حرت، وداكشي تبارك الله كله زوين والاثمنه مختلفين، اثمنه شويه طالعين زعما مقارنه مع داكشي اللي كاين تما، يستاهلوا ما نكذبوش على الله يستاهل داكشي، ولكن الاثمنه شويه طالعين. المهم بقينا كندورو مشينا عند شحال من محل، شفنا شحال من حاجه، شفنا الاثمنه هكا خدينا فكره على الاثمنه شحال دايرين حيت كل محل والاثمنه ديالو. والمهم اختارينا الزليج اللي بغينا ان شاء الله ملي غنجيبوه عاد غنشاركو معاكم. المهم انا اختاريت صراحه الزليج على ذوقي، واخا كان راجلي المهم كنتناقشوا انا وياه وكنوريه وكيوريني حتى هو شي هكا شي معلومات ما عارفينهمش، وحتى السيد اللي كان في المحل كان كيعاوننا وكيورينا شنو اللي خارج طوندونس، شنو هي الحاجات اللي هكا غادي اللي كتبقى على الموضه ما كديموضاش. بحال مثلا كاين واحد الزليج وراه لينا سامبل، قال لينا ودي هذا راه ما كيديموضش يعني كيبقى مده طويله ما غتندموش الا درتوه هذا، حيت راكم عارفين الصلاح ديال الدار راه ماشي كل مره غادي تصلحي، يعني خاصك تاخدي فكره على شحال من واحد عاد كيقولوا 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص. المهم فهمتوني اش بغيت نقول لكم، داكشي علاش صراحه كناخذ افكار من عند بزاف ديال الناس اللي عارفين اكيد احسن مني في هذا المجال. عاد من بعد مشينا اختارنا الزليج كامل اللي غادي يقدنا للدار الفوق ان شاء الله كامله، وصافي وبقى لينا غير نجيبوا العبارات. درنا مع السيد اللي غيصايب لينا الزليج غيجي ان شاء الله واش غدا ولا بعد غدا باش يشد لينا العبارات. عاد من بعد راجلي يمشي يدي العبارات، العبار ديال الارض وداكشي، وديك الساعه كتكون لا كوموند واجده حيت ضروري كتجيبوا العبار عاد كتمشيو زعما كتقداو شحال خاصكم وصافي. هادشي اللي كاين البنات. المهم كما قلت لكم من بعد تركنا ادم من المدرسه وجينا للدار، عاد دخلنا شويه هذا ما نقولش لكم البنات واحد العيا فيا حيت النهار كامل تقريبا وانا برا وديجا فايقه بكري ما نعساش مزيان وهادشي اللي كاين. بغيت نوريكم البنات غير بالنسبه لواحد القماش اللي كنستعملو انا شحال هادي تقريبا راه درت فيه اكثر من النص، شوف راه قرب يسالي هذا البنات والله العظيم الا نصحتني به واحد صاحبتي وجربته وفعلا صدق واعر. بعد المرات شي حوايج اللي حنا كنقولوا مثلا حاجه رخيصه ولا راه ما مثلا ما تعطيش مفعول او لا، هذا القماش مشات لي سميتو، هذا القماش سميتو بيرفكت، هذا البنات ديال الخيار واعر 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 بالنسبه للبنات اللي بغاو شي قماش يديروه يوميا. هذا خاص بالبشره الحساسه، يعني ما غادي لك شي حاجه لبشرتك، انا بشرتي حساسه وكنديرو يوميا كنديرو هكا تنخليه لمده 10 دقائق ولا 15 دقيقه حتى كينشف، وكنقوميه مزيان كندير يديا فيهم شويه الماء وكنحاول نفرك وجهي مزيان وتنغسل وجهي، تيرجع لكم الوجه هكا البنات غزال كيرجعوا لكم نقي مزيان ما فيهش كتحسوا بحال الا دايرين شي حاجه
شي حاجه هكا شي سوال لوجهكم كتحسوا بالبشره ديالكم رطيبه وتيخلي فيها واحد النضاره زوين. هذا من الخيار، هذا كاين ديال الخيار وكاين ديال القهوه وكاين واقيلا على ما اظن ديال الكوك. المهم كل واحد خاص بواحد البشره. هذا ديال الخيار بالنسبه للناس اللي عندهم بشره حساسه. ها نتوما البنات، هذا بيرفكت، هذا راه القرعه ديالو كبيره تبارك الله وراه كتدي معكم مده، والثمن ديالو رخيص بزاف بزاف بزاف، داير 40 درهم يعني في متناول اي وحده تقدر تاخذو. وجربوها البنات وردوا عليا، حيت فعلا انا كنت كنسول صاحبتي لقيتها واحد النهار دايره وقلت لها اش من قماش كديري وهذا، ونصحتني به. قالت لي راه هذا، قالت لي راه زوين بزاف، راه غير نطحت عليه غير بارازار. وكما قلت لكم بعض المرات راه شي حوايج اللي انا قلت زعما داير 40 درهم ما كنظنش انه غيدير شي حاجه، ولكن فعلا فاش تبعتو لوجهي الحمد لله لقيت واحد النتيجه زوينه، كيصفي الوجه تيعطيكم واحد النضاره زوينه، خصوصا الا كنتو باغين ديرو ماكياج ودرتوه قبل من الماكياج عرفتو راه كيرجع لكم الوجه زوين بزاف. هذا هو اللي وليت كنستعمل مؤخرا. صافي فاش كنا خارجين قبيله خديت هكذا شي تخربيقات صغار وصافي، خديت البندوات. شكون البنات بحالي اللي تتحماق على البندوات؟ انا بعدا ما نقولش لكم عرفتو الا قلت لكم شحال عندي ديال البندوات راه تخلعوا، ودائما دائما كنشري بزاف وكندير واحد كنبقى شاده. كتقول عليا ديما اختي كتقول لي اخت ما نشوفك كنشوفك داك البوندو، وانا راه عرفتو شحال هاد البوندوات عندي البنات والله العظيم الا عندي. نشوف واش كاين حدايا هنايا، ها هم نوريكم باش تيقوني داكشي اللي كنقول لكم. شوف هاد الشيء غير اللي كاين حدايا في هاد الماريو. ها نتوما، ها نتوما وغير الاخر حتى هو فين حاطه. كل بلاكار خاشي فيه 4-3. المهم عندي عرام ديال البندوات، وفاش كنا خارجين قبيله دزنا من حدا واحد السيد كيبيع هادشي وخديت عندو هذا، واخا صراحه هذا راه ديال البنيات الصغار البنات، ولكن كيجي زوين هكا في الشعر بحال هكا في الدار الا بغيت ندير ماكياج ولا قماش ولا شي حاجه تنجمعهم بهم شعري. وخديت هذا حتى هو اللي عجبني بزاف، خديتو في البوردو وفيه واحد بحال سنيسله هكا دايزه منه بحال ضفيره. شتو الشكل ديالو كيفاش داير؟ هذا صراحه كيجي زوين الا كنتي لابسه شي لبسه في الحمار ولا هذا ديريه، انا تيعجبوني البندوات صراحه. وخديت واحد جوج باندات، هادو الصراحه خديتهم غير البنت صاحبتي كنت عندها داك النهار، وقلت ليها قلت لها اش ما كديريش لبنتك الباندات، قالت لي راه مازال ما خديت مازال زعما ما خرجتش باش ناخذهم ليها، وهذا وعجبوني هادو الصراحه وخديت ليها جوجات حتى نعطيهم ليها. عرفتوا داكشي كيوت ديال البنات كيجيو زويونين. وهاد الزريقه حتى هي خديتها ليها حتى نعطيهم ليها. صافي البنات هادشي اللي كاين، غادي نوض دابا باش نوجد العشاء معاكم وخليكم معايا. هنايا غادي نخدم العجانه، غادي نصايب معاكم الخبز ديال الطوست اللي كناخذو هكا من مرجان ومن المحلات هكا باش كنعطيو لوليداتي يفطروا به ولا كيديو معاهم ليكول. انا بزاف كناخذو على حساب ادم، تيجيني زعما هكا عملي وكيكون مقطع طريفات صغار احسن من هكا ندير الخبز كبير في الدار. المهم الا ما درتش الطوست كندير دوك البطاطات الصغيورين وتنعطيه هكا وحيده مع الصباح. فهنايا عندي جوج كيسان ديال الدقيق، نتوما غديروا بالنسبه للدقيق ديالكم والمقادير على حسب المول اللي عندكم واش كبير ولا صغير. انا عندي المول صغير اللي غندير فيه هاد العجينه، فدرت غير جوج كيسان ديال الدقيق، كيسان هكا غير ميه، درت شويه ديال السكر ثاني ده مع واضح لكم تقريبا معلقه صغيره، ودرت معلقه صغيره ديال الملحه. غادي نزيد البنات واحد المعلقه ديال الخميره ديال العجينه، وغادي نزيد تقريبا واحد لجوج معالق ديال الزيت العاديه زيت الروميه هكا. صافي تقريبا هادو راهم جوج معالق. صافي وغادي نكب الماء دافي وغادي نخلي العجينه ديالي تعجن مزيان حتى تعجن، عاد غادي نزيد ليها واحد المعلقه ديال الزبده، هي انا حاطاها هنايا غادي ندخلها في هاد العجينه حتى تعجن مزيان، ونوريكم الطريقه كيفاش غادي نكملوا. المهم البنات خليت العجينه ديالي كتخمر من بعد ما عجنتها مزيان كما قلت لكم، درت فيها ديك معلقه الزبده. دابا جيت باش نصايب واحد الساندويتشات هكذا نديرهم للعشاء، ومن هنا نعطيكم فكره مثلا بالنسبه للوليدات اللي كيديو معاهم هكذا الماكله اللي كون بحال ادم دابا تيدي معاه الفطور والغدا والكوتي ديالو، فكنبغي بحال هاد الوجبات نديرهم ليه، منها كيكونوا خفاف ومنها زعما هكا شي حاجه اللي ما كتخسرش واخا توجدوها بالليل وتبقى حتى الصباح ما غتخسر ما حتى شي حاجه. المهم بالنسبه للحشوه البنات، انا عندي واحد المقله درت فيها شويه زيت بلديه، هنا دايره البيض كيتسلق حتى هو غادي نديرو في هاد الساندويتشات. عندي هنا طريفات ديال لاداند قطعتهم بحال هكا، ها نتوما تشوفوا شرائح بحال هكا تكون طويله
باش تجيني الشكل ديالها هكا مزيان. غادي نزيد دابا شويه ديال الملحه، غندير شويه ديال البزار، غير واحد شويه على حساب كيفاش غادي ناكلهم هذا، وغادي نزيد واحد تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الموطار، كتجي زوينه في هذه الصوص وفي هذا البازان هذا. غادي ندير واحد القبيصه ديال القرفه، شويه الرز ديال المعلقه فقط غير باش يعطيني واحد المذاق حتى هو كيجي زوين صافي. وغادي نخلي هاد الشيء يتشحر ليا حتى ليا الدجاج ديالي. وهنايا البنات من بعد ما صافي خمرت لي العجينه تماما، هنا خديت شويه ديال الدقيق، هنا غنوريكم القوام ديال العجينه كيفاش كتكون. كتكون البنات جاريه، كتخليوها تكون جاريه، نتوما تشوفوا انا كنخدم بها وكنحاول ندير شويه ديال الدقيق باش هكا كتهز معايا ديك العجينه. فكدلكوها مزيان، بالنسبه للناس ما عندهمش العجانه دلكوها مزيان بيديكم واحد 10 دقائق هكاك وخليوها كتخمر، وغادي نحاول نبقى نجمع فيها هكا. المهم انا عندي هذا المول صغير، درت غير القياس ديالو، نتوما الى عندكم مول كبير ضعفوا المقادير. غنبقى نزيد هكا شويه في الدقيق باش ما تلصقش ليا على سطح العمل بحال هكا، وغنحاول نسرحها. تشوفوا معايا الطريقه كيفاش. هنا راني زدت لي هذيك المعلقه ديال الزبده فاش كانت زعما كتعجن، وخليتها حتى ارتاحت شي شويه، وغنسرحها بحال مستطيله ونبقى نجمع فيها بحال الا كان اللوي. شنقول لكم، بحال غتصيبوا داك الكمير كتبقاو تلويو بحال هكا بحال شي بريوا ولا بحال شي سيجار، سمحوا لي ماشي بريوا، كتبقاو تلويو بحال هكا وكتسدوا دوك الجنيبات مزيان مزيان بحال كتحربلو هكا شي حاجه، كتسدوا دوك الجنيبات باش هكا ما كتحلش معاكم العجينه. تحاولوا تقادوها مزيان بيديكم صافي وتحطوها في المول. المهم المول انا البنات لبست ليه داك البابي ديال البابي كويسه باش ما يلصقش ليا مع هذا المول، عندي شويه رقيق كنخاف يلصق لي، يلصق ليا زعما الكيك ولا هكذا الخبز الا درتو فيه. وحاجه اخرى، الا عندكم البنات الدقيق الكامل من الاحسن هو اللي ديروا في هذه الوصفه. انا هنايا كنتسالى ليا فبقى عندي غير دقيق ديال الفورس وهو اللي استعملت. الا عندكم الدقيق الكامل كيكون صحي اكثر وهذا شي حاجه زوينه هكا للوليدات. صافي غادي نخليها دابا حتى تختمر مزيان وندهنها بشويه ديال البيض من الفوق اولا الحليب اللي عندكم، وديروا ليها يا اما جنجلان يا اما صانوج يا اما بغيتوا تخليوها غير هكاك. المهم انا غندير لها شويه ديال الصانوج من الفوق وندخلها للفران، نشعل ليها لتحت حتى طيب تماما، عاد من بعد نشعل الفوق باش تحمر ليا شي شويه صافي، ونجبدوا ونوريكم هكذا كيفاش كيجي الخبيز ديالنا. وهنا جيت باش نعمر هادوك لي ساندويتش اللي قلت لكم تيجيو بنانين، واش نقول لكم شي حاجه اللي زوينه بزاف انكم ديروها للعشاء ولا الغداء هكا، ولا الا كنتو خارجين مزروبين وبغيتو هكا شي غديوه دغيا دغيا. هنايا خديت عندي داك الخبز ديال بانيني، هذا البنات كنصايبو في الدار وكنحتفظ به هكا في الكونجيلاتور حتى كنبغي عاد كنجبدو هكا كيدي كونجلا على تيسع، وكنعمر به الحشوه ديالي. المهم انا خديت هكذا الكومير وفلحته من الوسط ولا فتحته وخويته شويه من ديك البابه اللي كتكون فيه باش هكا تقدر تهز لينا الحشوه كامله. اول حاجه درتها خديت الجبن، عندي هذاك الجبن فيه الزعتر وفيه المذاق ديال الزيتون، زوين بزاف البنات هذاك الجبن، غير الى لقيتوه ذوقوه وردوا عليا. المهم خديت شويه ديال الخس قطعته هكا طريفات وزدت عليه طريفات ديال الدجاج اللي درت معاكم. بالنسبه لهذا الدجاج تقدروا تعمروا به حتى الخبز العربي وديروا هكا على شكل شاورما كيجي لذيذ بزاف. وهنا خديت خيزو هكا خضر زعما ما طيبتوش، حكيته ونقيته وحكيته، وغادي ندير فوق منه شويه ديال البيض مسلوق، واخر حاجه غنزيدها هي شويه ديال الكيتشوب. نتوما الا ما كيعجبكمش لي صوص تقدروا ما ديروهمش، تكتفيو غير بواحد زويته بلديه وصافي كيجيو زويونين. ودرت حتى المايونيز البنات في الاول غير ما قلتهاش لكم، وغادي نعاود نعمر الكاميرا الاخرى
وغناخد بعدا البابي الومنيوم غادي ناخده ونحاول نلوي فيه هذاك الكومير، حيت انا عندي ديجا الكومير كان في الفريغو يعني خاصو شويه يسخن. الا نتوما عندكم الكومير يعني مثلا يلا صايبتوه ولا يلا شريتوه مازال جديد، ما تحتاجوش ديروا هاد القضيه. انا لويته بهاد السلوفان ولا فهاد البابي الومنيوم سمحوا لي، باش ملي نديرو في الماكينه ديال البانيني يعني ما يتشتتش ليا داكشي اللي في الوسط ويبقى شاد فراسو، وحتى المنظر ديال الكاميرا ديالي تجيني هكا شاد فراسها، حيت كما شفتوا معايا راني عمرته بزاف والكومير زعما مازال بارد عندي شويه، فداكشي علاش ضروري خصني نديرو شويه في البانيني حتى حتى كيسخن. عاد من بعد غادي نقطعوها هكا طريفات ونوريكم كيفاش كيجي من الداخل. جربوا البنات بحال هاد الساندويتشات كيجيو زوينين. انا بعدا وليتي حماق عليهم تيعجبوه، ومن هاني تندخل ليه فيهم الخضار بحال الخيزو بحال مثلا عندكم الباربه تاع هي البنات ديروها والله الا كتجي زوينه. انا ما كانتش عندي هاد النهار فكنديرها ليه. انا ولدي ما تيحملش الباربه ما تياكلهاش ما تتعجبوش، ولكن فاش نديرها هكا وسط الساندويتش ما كت بحال ما كيبانش المذاق ديالها وكياكلها يعني بحال كنقولبو مره مره. المهم انا هاد الساندويتشات كنديرهم ليه حتى فاش كيكون هكا غادي ليكول، غير لي صوص ما كنديرهمش البنات. فاش كيكون هكذا غادي ليكول اولا غادي يبات مثلا هاد الساندويتش فما كنديرش لي صوص من الليل ما كنديرهمش كاع، كندير ليه غير شويه ديال الزيت وكنخليه حتى الصباح فكنسخنوا ليه وتنديروا ليه في البواط ديالو كيديه. هنايا راني درتهم هكذا في البانيني وغادي نقطعهم باش يبانوا لكم من الداخل كيفاش كيجي الشكل ديالهم، كيجيو زوينين في المنظر وحتى في المذاق. جربوهم وردوا عليا. وهكذا كيكون سال الفيديو ديالي، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه، وكنحاول هكا ننوع لكم دائما في الفيديوهات كنشارك معكم فلوغات بزاف ديال الحاجات. ما تنساونيش البنات من لي لايك ديالكم خليوا لي واحد لايك وواحد الكومونتير، ونضرب لكم موعد ان شاء الله الفيديو الجاي، وبسلام عليكم.